دمر لي اختل الرواية. استاذ يونس انا عندي كل رواياتك. مش دولي انت الوحيدة اللي بتقدري تمسحي قلمي. انا؟ حبيت الفيلم؟ اوه ما بحب شوف كتبي مكدسة على الرفوف، بكئبني هذا المنظر. بحبك؟ مين؟ شادي. اصلا مين جايب سيرة الزواج؟ انا مهتم بكتبه وبس. قلبي تعبان مش دولين. لا شكل هالمرة في مصيبة. عم تحكي هذا الحكي جنبك عم بيسمع هالشي؟ لا ما تخاف، صورتك بالنسبة له بعدها مثل ما هي. قريت الرواية؟ انطروا روايته الجديدة، شغلة مش شايفيه مثلها من قبل. سلينج رجع لكم بشكل جديد وبمحتوى أجدد. دلوقتي تقدر تستمتع أكتر بكل ما يعرض على تلفزيونك العربي مع سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك تضغط على جايد من حسابك الخاص وبعدها على سلينج سنترال عربيك تشانل. وبكده تقدر تتابع المحتوى المفضل ليك وكل الخدمات اللي بيقدمها لك، زي الأبكومينج ريليسز اللي بتعرض لك بروموز العروض الجديدة على قنواتنا، الإكسايتينج بريفيوز واللي من خلاله بنرشح لك أقوى 5 عروض بتتعرض على قنواتنا، الأرابيك ريفيوز واللي هتعرف رأي بعض المشاهدين فيما يعرض على قنواتنا، سلينج أرابس أون ستيج واللي بتتعرف من خلاله على معلومات أكتر لنجمك المفضل، والكول سلينج فيتشرز هتساعدك تتعرف على مميزات تطبيق سلينج، بالإضافة لهاو تو فيديوز هتعرفك على طريقة استخدام تطبيق سلينج. بجانب الأرابيك ريسيبيز بنعرض لك طرق عمل أشهى وأشهر الأكلات في الوطن العربي. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.